قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن انضمام أعضاء جدد لمجموعة بريكس يؤكد الحرص على التطور والتنمية للتجمع الاقتصادي. وأضاف شي جين بينغ أن توسيع عضوية مجموعة بريكس يعد حدثا تاريخيا وسيعطي دفعة قوية لآليات التعاون بين دول التجمع، مؤكدا أن بريكس تسعى لتحقيق السلام على مستوى العالم. وأشار الرئيس الصيني إلى أن دول بريكس ستعمل معا بروح الشمولية والتناغم واحترام الآخر، مشددا على أن النمو الاقتصادي ليس حكرا على دول بعينها. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا دكتور. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. اولا، انضمام مصر لمجموعه بريكس مع عدد من الدول الاخرى مثل المملكه العربيه السعوديه والامارات، اقتصادات قويه ومؤثره في الاقتصاد العالمي، الى اي مدى هذا الانضمام يعني يعبر عن قوه هذه الاقتصادات من ناحيه، ومن ناحيه اخرى ما الذي سيعود على الدول التي انضمت ومن بينها مصر من عوائد؟ بالتأكيد الدول المنضمة اليوم إلى مجموعة بريكس سوف تضيف قوة جديدة إلى القوة الفعلية الموجودة حاليا داخل مجموعة بريكس. يعني هي مجموعة بريكس اللي بتعد سلة الغذاء في العالم باعتبار أنه هي روسيا موجودة فيها كمصدر مهم لصادرات الغذاء في العالم. بالتأكيد انضمام مجموعة حديثة اليوم برغم بالتأكيد السعودية والإمارات ومصر هيكون هذا التكتل الاقتصادي أتصور أنه كمان هيكون مصدر للطاقة خلال الفترة القادمة. بالتأكيد كمان أنه بحكم الاختيار المعايير اللي تم الاختيار على أساسها للدول الست المنضمة اليوم، احنا بنتكلم على أبعاد مرتبطة بالبعد السكاني لأنه بالتأكيد قوة ضاربة في الاقتصاد العالمي العنصر البشري. فبالتأكيد الاختيارات اليوم كان الحقيقة من بينها أنه دي تكتلات سكانية مهمة. بنتكلم أيضا على دول بالغة في النمو. احنا الحقيقه الفكره الاساسيه اللي التمحور عليها مجموعه بريكس انه دي دول ناميه سواء كان الصين او روسيا او الهند، وبالتاكيد الدول هي على الرغم انها دول ناميه لانها قطعت اشواط هامه للغايه في اطار النمو الاقتصادي والتطور الاقتصادي. وبالتاكيد ايضا الدول اللي تم ضمها اليوم بالتاكيد ايضا نفس الامر سواء كان السعوديه الامارات ومصر. مؤكد انه الدول الاخرى ايضا لها اهميتها باعتبار الموقع الجغرافي، سواء كنا نتحدث عن الارجنتين او اثيوبيا او ايران. بالتاكيد ايضا بجانب البعد السكاني البعد الجغرافي بالتاكيد بيشكل عنصر هام. مؤكد انه نتوقع خلال الفترات القادمه انه حجم العلاقات الاقتصاديه فيما بين هذه الدول سوف يزداد قوه. احنا بالتاكيد حجم التبادل التجاري فيما بين هذه الدول اللي هي هو اوريدي جيد، لكن كمان مؤكد انه حجم التبادل التجاري هيتزايد، لان احنا بنتكلم على العام الماضي حجم التبادل التجاري تخطى 420 مليار دولار فيما بين مجموعه البيكس فقط. وبالتالي اذا ما تم انضمام الست دول المنضمه حديثا اليوم بتاكيد انه هيكون حجم التبادل التجاري فيما بين دول هذه المجموعه سوف يزداد. مؤكد انه معدل النمو او حجم الجي دي بي على مجموعه البيكس بالنسبه لي الاقتصاد العالمي بالتاكيد ايضا سوف يتسع. فاحنا اللي هي نتحدث عن قوه سوف تضاف الى قوه اتصور انها تشكل عنصر هام للغايه على المستوى الاقتصادي العالمي خلال الفتره القادمه. هذه القرارات الجديده التي اتخذتها مجموعه البريكس سواء فيما يتعلق بتوسيع عضوية والدول المنضمة للتجمع من ناحية، ومن ناحية أخرى فكرة استحداث عملة جديدة بالإضافة للاعتماد على العملات المحلية، إلى أي مدى هذه القرارات ستحدث تغيير فيما يتعلق بشكل التجارة العالمية، المعاملات المالية على مستوى العالم، استحداث نظام اقتصادي جديد لا يعتمد بشكل كلي على الدولار؟ هو بالتأكيد كان في سعي خلال الفترات الأخيرة بشكل منفرد، بمعنى انه مصر وروسيا الحقيقه اتجهت لتغليب العملات المحليه، بنتكلم على الامارات والهند اتجهت لتغليب العملات المحليه، يعني كان هذا التوجه الحقيقه موجود، لكن اتصور انه انضمام هذه الدول لمجموعه البريكس وما اتخذ اليوم من قرارات في اطار بعد زمني انه يكون العملات المحليه هي اللي تحكم التبادل التجاري والتعاملات سواء كان تدفق استثماري او غيره خلال فتره معينه، لكن
مؤكد، فكره انه يكون عمله موحده وانه يكون هناك بنك مركزي موحد، دي كلها هي افكار طرحت ولها بعد زمني فيما يتعلق بالرؤيه والتنفيذ. وبالتالي احنا الحقيقه نتحدث عن مجموعه اقتصاديه لها اهداف على المستوى الاستراتيجي، على المستوى الاطار الزمني القادم. وبالتالي احنا الحقيقه نتحدث عن انه شكل العلاقات الاقتصاديه على المستوى الدولي مؤكد انها هتتغير، بنتكلم على انه شكل حجم التجاره فيما بين الدول، بنتكلم على التدفق السياحي فيما بين هذه الدول، بتكون هيشكل قوه هامه للغايه. شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره.